السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم درج جديد شباب. اليوم عندنا قانون قاوس في العوازل، قانون قاوس في العوازل. بس قبل كل شيء يا ربي سنة سعيدة عليكم وبالموفقية للجميع، وإن شاء الله التخرج لجميع طلابنا الأعزاء. شباب، ينص قانون قاوس أن الفيض الكهرباء خلال سطح مغلق يتناسب طرديا مع الشحنة الكلية اللي يحتضنها السطح. طيب أنا أريد أطبق قانون قاوس على منطقة تحتوي على شحنات طليقة مغروسة بعازل. طبعا بهاي الحالة يجب أن تشمل جميع الشحنات داخل العازل، يعني جميع الشحنات داخل السطح المقيدة، من هالطريقة وعلى حد سواء المقيدة منها والطريقة على حد سواء. طيب لنفرض أنا عندي هذا الشكل، طبعا هذا هو سطح عازل وهذا عندي سطح قاوس، فبالتأكيد أنا عندي Q1 Q2 Q3 Q4. إذن أنا عندي مجموعة من الشحنات، وبالتالي لابد أن يحضنها، لنفرض هذا وسط عازل، وبالتالي لازم يعني القانون اللي أطبقه أنه يأخذ جميع هذه الشحنات، شلون أبدي أشتغل؟ أنا عندي أفرض أن الQF يعني الQ الكلية، شو نسوي؟ تساوي الQ1 زائد الQ2 زائد الQ3. هذا أخذه بهيج حالة، يعني إذا عندك شحنات يعني ممكن تأخذ أي شحنات موجودة عندك. طيب أطبق قانون قاوس في هالحالة. قانون قاوس شو يقول لي؟ يقول التكامل المغلق للإي دوت إن في الدي أي، شو يساوي؟ يساوي لكيو إف زائد كيو بي، يعني الشحنات المقيدة على اليمن على أبسلون نوت، طيب أنا الكيو بي مو أخذتها تساوي لي تكامل السطحي للبي دوت ان في الدي اي زائد التكامل الحجمي، يعني للحجم اللي هو اللي فيه طبعا هنا ناقصا في دوت، يعني دل دوت هاي دي في. هذه اللي أفرضها معادلة رقم 2 وهذه معادلة رقم 1 وهذه معادلة رقم 1. الفي شو تمثل لي؟ الفي تمثل لي حجم العازل المحاط بالسطح، وبالتالي إذا البي دوت ان هاي راح تساوي لي سيجما بي، وناقص دل دوت رو او دل عفو دوت بي، هاي شو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي رو بي كثافة الشحنة المقيدة. وبالتالي هسه الكيو بي راح تساوي لي التكامل، شباب، فقط هنا اللي هو السطح الاول زائد السطح الثاني زائد السطح الثالث التكامل السطحي للبي دوت ان في الدي اي زائد تكامل اللي هو الفي ناقصا دل دوت بي دي بي طبعا اريد احول هذا التكامل الحجمي اريد احوله الى تكامل سطحي. شنو استخدم نظرية التباعد
لكن شباب في هاي الحالة لازم أخذ جميع السطوح المحيطة بالحجم، جميع السطوح المحيطة بالحجم. عندي يا سطح، عندي السطح S وعندي S1 وعندي S2 وعندي S3، هذه السطوح يعني المحيطة بالحجم. إذن تكامل شو يساوي لي؟ هذا راح أحاوله باستخدام نظرية التباعد. في الدي في هاي للفي شو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي تكامل S زائد S1 زائد S2 زائد S3 زائد S3. شنو يصير؟ يصير ناقص لي بي دوت ان في الدي اي دوت ان في الدي اي. شباب هسه هذا اذا جبته، هذا اذا جبته وعوضته اي هنا بمكان هذا، هاي الثلاث سطوح فقط، هذني الثلاث سطوح مو يساوون هذني الثلاث سطوح ويعاكسنها بالاشاره اللي هي هاي. إذن هذن مساويات بالمقدار لكن معاكسات بالإشارة، وبالتالي هذا راح يأكل هذا، وبالتالي هذا راح يأكل هذا. إذن الكيو بي إيش راح تساوي لي؟ الكيو بي فقط ناقص اللي هو راح أطلعه الناقص لي برا التكامل المغلق، فقط الأس، فقط هذا الأس اللي هو البي دوت إن في الدي إيه. البي دوت ان في الدي اي هذه اسميها معادله، خلي اسميها معادله رقم 5 باعتبار هاي معادله رقم 2 وهاي معادلات رقم 3. طيب هسه من معادله رقم 1، من معادله رقم 1 اللي هي هذه، اللي هي هذه، اذا اضرب هذه في هذه يعني طرفين في وسطين، طرفين في وسطين، ايش راح تساوي؟ راح يساوي لي تكامل المغلق ابسلون نوت، ابسلون نوت في اي هاي ان في الدي اي تساوي كيو اف زائد كيو بي زائد كيو بي. شباب ما سويت شيء، فقط فقط ضربت هذا هنا، يعني فصلت ال شلون تقول، فقط فصلتهن، يعني سويتهن حدين، سويتهن حدين. زين هسه معادلة رقم 6 اللي هي راح تساوي لي شو تساوي لي؟ تساوي لي ابسلون نوت في اي دوت ان دي اي. شو راح تساوي لي؟ شو راح تساوي؟ QF QF هسه QB QB أعوض قيمتها، أعوض قيمتها، أبدي أعوض قيمتها طبعا، يا أما تخليها زائد هنا وبعدين تنقلها لهنا، يعني يا أما هذه QB تنقلها لهنا تسويها ناقص الكيو بي، فقط تنقلها لهنا تسويها ناقصه. اذن التكامل للابسلون نوت في اي دوت ان في الدي اي ناقصا كيو بي، ناقصا كيو بي اللي راح تطلع لي كيو اف، راح تطلع لي كيو اف. هسه معادله رقم 5، هذه المعادله رقم 5 وين اعوضها؟ اعوضها شباب هذا كيو بي، هذا قيمته زين، هذا كيو بي اعوض قيمته هنا، اعوض قيمته هنا، شنو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي كالتالي. اذا تكامل المغلق للابسلون نوت، هذه ابسلون نوت في اي زائد هنا راح يصير عندي بي، هنا راح يصير عندي بي كون التكامل. هسه تقول لي الإشارة وين ناقصة؟ شباب هذه قيمتها ناقص،
في الناقص راح تصير موجب. البي راح تجي لهنا والدوت عندي اي هذه كذلك عامل باعتبارها عامل مشترك. اذن والتكامل كذلك هو موجود نفس التكامل. اذن دوت ان دي اي راح تساوي لي كيو اف هذه معادله رقم 7 طيب شو تشير هذه المعادله؟ تشير ان فيض المتجه من فيض المتجه اللي هو الابسولوت نوت في اي زائد بي هذا شنو؟ خلال سطح مغلق يساوي للشحن الطريقة الكلية التي يحتضنها السطح اللي هي كيو اف. هذا فيض المتجه يساوي للكيو اف وهذا المتجه نسميه يعني يسمى الإزاحة الكهربية أو نسميها الإزاحة الكهربية اللي نرمز لها دي. إذن ما هي الإزاحة الكهربية؟ تساوي هذه قيمتها نرمز لها دي. طبعا هو كمية متجهة الإزاحة الكهربية كمية متجهة لابد أن تقول الدي هي تتخلي عليها سهم وتساوي لي الأبسلون طبعا كمية ثابتة هي كمية يعني عددية ليس كمية اتجاهية. الإي المجال الكهربائي هو كمية متجهة زائد البي كذلك كمية متجهة. طيب شنو وحداتها؟ وحداتها وحدات الاستقطاب أي وحدة شحنة طبعا وحدة شحنة مقسومة على مساحة طيب الإي شي يمثل بهاي الحالة؟ الإي يمثل شدة المجال الناشئ عن الشحنات المقيدة والطليقة والبي هذا يمثل متجه الاستقطاب طبعا متجه الاستقطاب الناتج عن الشحنات المقيدة المحتثة فقط. هذا الإي متجه عن شحنات حرة ومقيدة أما هذا فقط المقيدة طيب الدي شنو تساوي لي؟ تساوي لي الكثافة السطحية للشحنات الطليقة. طيب هسه أبدأ أعوض إذن التكامل للدي دوت ان في الدي اي راح تساوي لي كيو اف وتساوي لي زين أنا مو عندي الكيو اف تساوي لي كثافة الشحنة في الدي في الحجم في الدي في هذا شو نسميها؟ هذا الصيغة التكاملية لقانون جاوس في العوازل طيب إذا أريد أنا أريد يعني الصيغة التفاضلية لأن حيل أحتاجها الصيغة التفاضلية طبعا راح أستخدم نظرية التباعد إذن التكامل المغلق للدي دوت ان في الدي اي ايش راح يساوي لي؟ دول دوت دي في الدي في زين انا عندي تكامل الدول دوت دي في الدي في شو يساوي لي؟ يساوي لي رو اللي هو الكثافة في الدي في وبالتالي هسه من أشيل التكامل من الطرفين إذن الدل دوت دي راح يساوي لي فقط الكثافة هاي الصيغة التفاضلية لقانون. طيب هسه نعرف الرموز. طبعا الرو تساوي تمثل لي كثافة الشحنة الطليقة طيب ممكن تجد المجال بهذه الحالة
أنا إيش قلت لكم؟ أنا قلت لكم إنه دي الدي تساوي لي أبسلونات في إي زائدًا بي زائدًا بي. إذن بهاي الحالة الإي تساوي لي الإي تساوي لي دي على أبسلونات ناقصًا بي على أبسلونات. طبعا هاي بدلالة X و Y و Z. الإي مثل المجال الكهروستاتيكي الكلي. الإي مثل المجال الكهروستاتيكي الكلي عند أي نقطة في الوسط العازل. عند أي نقطة في الوسط العازل. أما الدي على أبسلون نوت الدي على أبسلون نوت هذا شيء مثلي. هاي ترتبط لكثافة الشحنة الطليقة من خلال تباعد الإزاحة. من خلال تباعد الإزاحة. أما الناقص بي على أبسلون نوت فهذا يتناسب طرديا مع يعني يتناسب طرديا مع الاستقطاب للوسط العازل. أما في الفراغ إذا قال لك فقط في الفراغ جد المجال فقط في الفراغ تأخذ فقط هذا الجزء اللي هو الإي يساوي لدي على أبسلون نوت. هذا فقط في الفراغ. في الفراغ. ومع ألف سلامة ويا ربي نشوفكم بألف خير والموفقية للجميع.